مرحبا بكم في يومية جديدة من يوميات ماستر شيف المغرب. غادي نبداوها بماستر كلاس للشيف خديجة اللي غادي تقدم لنا وصفة المحلبي بالفواكه الجافة. فالوصفة هذه اللي قدمنا غنشوفوا الوصفة ديال المحلبي. مكونات كتشوفوا قدامكم تقريبا كلها كتخدم في البارد. علاش في البارد؟ باش ما كديرش كواري. غناخذوا الحليب، بسم الله، الطحين ديال الرز. هاد الوصفة هادي كتكون تقريبا ملي كتوجد خصها تكون شوية ما قاصحاش خفيفة، شوية لا على حسب الذوق ديال اللوز مطحون، النكهة ديال الذوق. المحلبي في الحقيقة خصو يكون حلو، ولكن كيمكن لكم ديروا الحلاوة على حسب الذوق ديالكم والضيوف ديالكم. كم كتعرفوا المسكة الحرة، ما تنساوش راه إلا ما نكتلوش من هنايا كتعطي شوية المرارة. قرفة عواد غادي نشعلو عليه. شنو كيخصنا باش يبقى لنا نكهة مغربية؟ لنا القرفة، لنا المسكة، الأزهر الدور ديالو إلا باش كأن تيعطينا داك غير الريحة غير غم. كيف كتشوفوا دابا غنخليو هاد الكريم تتوجد، ومن بعد غنقسموها على ثلاثة وغنديرو لها واحد الملون طبيعي اللي تيتكل. غادي ناخذوا الملون طبيعي، عندنا الاحمر والخضر تنظم الاهل، وعندنا البيض وغادي نحاولوا نعمروه كيف يغيب. غير هو المحلبي راه واحد عنده واحد مذاق خاص وواحد النكهه خاصه، تيصوب في العراسات في المناسبات. قلت لك تصوبوا زعما ما يمكنلكش ديروا كل نهار، ولكن هو طبق خاص ديال المناسبات الكبار. غناخذوا هاد الكاس، انا قلنا غادي نعطيوه ليه، الا كان ديسير كتعطي واحد لواحد، كان كوكتيل ولا بيفي ولا هذا كنديروا في واحد صغير. كيمكن لك دير الالوان كل واحد بوحده، كيمكن لك تخلط الالوان كيف غنشوفوا حنا قدامنا دابا. هنا غنديروا اللوز، اللون الابيض نفس النكهه نفس هذا الا اللون اللي مخالف. وهنا غادي نديروا بسطاش كي كتشوفوا هكا تبقى لينا. يمكنكم ديروا العكس، يمكنكم تبداو بيض ثم حر لكم الخيار. غنحاولوا نخرجوا على العاده ندير فيه واحد الدرجه. دابا تقريبا الوصفه ديالنا هي كشتو وجدات، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. وصفتنا سالات وهذا هو الشكل النهائي ديالها. غادي نعرفوكم دابا على مكون هو غني عن التعريف، وسبق الشيف ديالنا وجدوا به آلات الوصفات. زعفران الذهب الاحمر ديال تيليوين، اغلى انواع العطريه في العالم واللي كتعطي ذوق خاص ونكهه ما عندهاش مثيل. استخلاص الزعفران كيمر عبر مراحل محدده، كتبدا بجمع الورد باليد بحركه خاصه وفي منتهى الدقة. هاد المراحل كتاخد ساعات وساعات من العمل اليدوي. بالعودة لورشة ماستر شيف المغرب، غادي نتذكروا جميع المشارك اللي جا هو الأول في اختبار التذوق، واللي كان هو عمر وبمعدل 8 ديال النقاط استطاع يفوز بهذا الاختبار. المشارك اليوم اللي عطانا 8 ديال جواب صحيحة، برافو عليك عمر. جبت 8 على 10، يعني جاوبت على 8 ديال لي برودوي من ضمن 10 ديال برودوي، هادشي هو اللي هو يخليني انني نكون لو بخومي الحمد لله. السيمانة بغينا نختبروا المعرفة ديالكم واحد من بعد الاخر. غدوزوا وغتحاولوا تذوقوا واحد المكونات وغير ذوقوهم وتقول لنا شنو هاد المكونات هما. واجد يا عمر؟ وي شيف. الفاكهه والمناطق ديالها باباي. بابو. يا مزيان.
بزاف. سي بيان. اللي كنت ساك ما بينه وبين هو الباباي، كنت ما بين الباباي ولا الكاكي. في الاخر جبت بان الكاكي كيمر في الاخر ديالو، كونتريغمون او باباي بجوجهم لا ميم تيكستور، بجوجهم تقريبا نفس المضغه فيهم، مي الباباي شويه حلو على الكاكي. ندوزو للمكون الثامن. ما ورد. برافو. هذا المكون عزيز عليا بزاف. خبز؟ لا. نو. قربتي الجواب. لغضقت لا لونغوستين وضحكت، يعني عجبني الحال لان عزيز عليا الكروفيت وعزيز عليا ناكلو بحال هكاك، كنديرو مع الثومه وشويه ديال الربيع الحولي بزار والحامض وكناكلو ديما بحال هكاك، وما عرف ملي كنقي مره ما نسرق شي وحده ناكلها، دونك سي بوغ سا كو جبت الجواب الكروفيت هذا باين. حلقتنا سالات، نتلاقاو غدا في يوميه جديده.